شهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة وسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وسعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة والسيد كارث براون رئيس الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة النزالات الختامية لبطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواة في نسختها الرابعة والتي تستضيفها المملكة بمشاركة 51 دولة من مختلف أنحاء العالم. وقام سموه بتتويج لاعبة منتخبنا الوطني فاطمة برشيد هذا وحضر جانبا من النزالات القوية بين المقاتلين والتي اتسمت بالقوة والتنوع في الخطط والاستراتيجيات ما يدل على التطوير الكبير لرياضة فنون القتال المختلطة في العالم. وقام سموه بتتويج لاعبة منتخبنا الوطني فاطمة برشيد بالميدالية البرونزية بعد أن استطاعت الحصول على المركز الثالث، كما أبدى سموه إعجابه بالنزالات القوية بين المقاتلين والمستويات الرائعة التي ظهرت عليها النزالات في اليوم الختامي للبطولة. من جانبه رفع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أطيب التهاني والتبريكات إلى مقام جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بمناسبة نجاح البحرين في استضافة منافسات أسبوع بريف الدولي للقتال الذي ضم بطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواة والنسخة التاسعة من بريف التاسعة بكل اقتدار ونجاح وبحصول البحرين على المركز الثاني في الترتيب العام. وقال سموه إن نجاح الباهرة الذي حققته المملكة في استضافة الحدث العالمي هو انعكاس طبيعي للدعم اللامحدود الذي تحظى به الحركة الرياضية من لدن القيادة الرشيدة، الأمر الذي اتضح جليا من خلال بطولة العالم لفنون القتال المختلطة حيث شكل دعم القيادة الرشيدة القاعدة القوية التي انطلقت منها اللجنة المنظمة العليا من أجل استحضار عوامل النجاح للبطولة. ونوه سموه برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد وحضوره وتوجهه إلى بناء رياضة قوية لمملكة البحرين في مختلف الألعاب الرياضية. وأشار سمو الشيخ خالد بن حمد إلى أن النزالات الأخيرة جاءت على مستوى مختلف الأوزان ذات مستويات عالية من الدقة الفنية والاحترافية في سبيل تحقيق الفوز بالإضافة إلى قوة المقاتلين وشجاعتهم وإدخال الإثارة على تلك النزالات. وفي إنجاز تاريخي رائع حلت مملكة البحرين في المركز الثاني ببطولة العالم لفنون القتال المختلطة خلف السويد التي تصدرت الترتيب العام. وساهم حصول البحرين على المركز الثاني الفوز بميداليتين ذهبيتين في اليوم الختامي عبر المقاتلين حمزة محمدوف ومرتضى طلحة إلى جانب ثلاث برونزيات لكل من حسين عياد وعبد المناف وفاطمة برشيد التي مثلت أول ظهور ميدالية بحرينية للحضور النسائي. هذا وتوج سمو الشيخ خالد بن حمد وسعادة السيد هشام الجودر وخالد الحاج الوكيل المساعد لشؤون الرياضة والمنشآت بوزارة شؤون الشباب والرياضة أبطال وزن الديك التي حقق فيها لاعب منتخبنا الوطني لفنون القتال المختلطة حمزة الميدالية الذهبية. كما توج سمو الشيخ خالد بن حمد المقاتل مرتضى طلحة علي بالميدالية الذهبية الثانية لمملكة البحرين بعد ميدالية محمدوف، لتحصد البحرين الذهبية الثانية وتحصل على المركز الثاني في الترتيب العام.
28 مقاتلا صارعوا حتى الرمق الأخير من النزالات النهائية لبطولة العالم لفنون القتال المختلطة، 14 فائزا من مختلف الفئات على مستوى الرجال والسيدات، حضنوا أحلامهم بالظفر بلقب هذه البطولة، ومن بينهم الفريق البحريني الذي حصد ذهبيتين بكل جدارة واستحقاق. الحمد لله، يعني عندنا 2 اليوم ذهبية، هاي من أحسن شيء عندنا صار، و3 برونزية، وهذه الحمد لله توفيق من الله، والحمد لله وإن شاء الله الجاية أفضل إن شاء الله. مثل ما تشوفون اليوم الرياضة هذه زادت شعبيتها، وأتمنى من الناس سواء الخليجيين أو العرب أن يدشون في الرياضة أكثر ويتعمقون فيها أكثر إن شاء الله، ويشاركون في البطولات هذه. مع ختام هذه البطولة المقاتلون سيتقدمون إلى مراحل أعلى وبطولات أكبر، ونحن نتطلع في العام القادم إلى المشاركة في البطولات الأوروبية والأفريقية والآسيوية. إن دور سمو الشيخ خالد كان له أثرا كبيرا في نجاح هذه البطولة وازدهارها، ومن الجميل أن نرى البحرين قد مسكت زمام الأمور في هذه اللعبة وأضافت عليها الكثير. بطولة حققت نجاحا بكل المقاييس في إطارها التنظيمي والفني، وقد لبت طموحات القائمين على هذه اللعبة آملين أن تزدهر أكثر فأكثر في قابل الأيام. هذا الفوز مو بغريب علينا، لله الحمد، هاي بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وجهود سيدي سمو الشيخ خالد ودعمه الصراحة الواضح اللي عيان الجميع يشوف وينظر له، تواجد دعم للفريق، الفايتات كلها موجود فيها، أعتقد أن هذا الدعم كله أكيد راح يولد الذهب، وهذا مو بغريب على البحرين، وسابقا الحمد لله في بطولات يعني سابقا حصلوا الذهب، وهذه بطولات عالم، وهذه مو أول مرة إن شاء الله، ما راح تكون آخر مرة إن شاء الله، المرات الجاية راح تكون الأفضل والأفضل. We have to say that transformation. لقد رأينا نقطة تحول من خلال هذه البطولة. هذا الحدث في البحرين يعد حالة استثنائية، فهو متطور ويحظى باهتمام كبير، وأتمنى من الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة أن يتواصل دائما مع الاتحاد البحريني لهذه اللعبة، وأتوقع أن البطولات القادمة في البحرين ستحظى كذلك بهذا الاهتمام والدعم الكبير. So far we had 4 world championship. لقد قمنا بأربع بطولات عالمية، وهذه أول بطولة خارج لاس فيغاس، والأجواء هنا خيالية جدا. البحرين حققت مستوى عال في هذه اللعبة، وأدعو الدول أن تنظر إلى البحرين وما قدمت إن كانت أي دولة تريد أن تستضيف هذه البطولة. لقد رأيت لاعبين كثيرين وجميعهم قدموا أداء رائعا، وهذا يعطي دافعا للكثير من الأفريقة والمنتخبات التي لم تشارك في هذه البطولة. وخارج هذه الحلبات تستمر الفعاليات المصاحبة لهذه البطولة بمجموعة من العروض الفنية والشعبية لتستقطب مختلف الجماهير من الصغار والكبار الذين كانوا شهودا على يوم توج فيه الأبطال بالميداليات والجوائز وسط الأهازيج والهتافات التشجيعية تلك التي شهدت مشاركة بارزة من منتسبي وزارة الداخلية. ها هو أسبوع بريف ينقضي، وها هي بطولة العالم لفنون القتال المختلطة تكشف أسماء الفائزين الذين عانقوا الذهب، ومن بينهم الفريق البحريني الذي شرف المملكة وسط مشاركة أكثر من 200 مقاتل ومقاتلة من مختلف دول العالم. لتلفزيون البحرين صالح يوسف.